بركة النجاحات طول الوقت هي مش بس أمر ملهم، لكن هو تمهيد الطريق. إحنا على هذه المائدة تتشارك مجموعة من البلاد والأفراد نجاحاتهم. سؤالي التالي للسيدة إميليا لاكرافي، والسيدة إميليا لأنها ستجيب بالفرنسية فأنا يعني سوف أعفيكم من فرنسيتي وسوف أسألك بالعربية. سيدة إميليا، أنت نائبة في البرلمان الفرنسي عن الفرنسيين بالخارج، وأيضا لك أصول مغربية، مما يجعل قصتك الشخصية قصة ملهمة. فسؤالنا لحضرتك عن تحديات شباب المهاجرين، كيف ترينها كتحديات ما زالت قائمة، وكيف صنعت الدول أو نجحت الدول في خلق فرص للتنمية لدولة المنشأ ودولة المقصد أيضا. شكرا جزيلا على دعوتكم. أعتذر عن تحدثي باللغة الفرنسية، ولكنني أمثل الفرنسيين بالنيابة عن شعبي. أود أن أشكرك سيدي الرئيس على دعوتكم وأهنئكم على عقد هذا المنتدى الرائع، وشكرا لأنكم تهتمون بالشباب وتدعمونهم. لقد طرحنا يوما ما هذا السؤال لمصرفي كبير فرنسي وكذلك من كوت ديفوار، ولقد سألناه وفقا لكم كيف يمكن مساعدة الشباب الأفريقي، وكانت إجابته تتلخص في 3 نقاط: عن طريق المدرسة المدرسة المدرسة. وأود أن أضيف أمرا ثالثا، هو أهمية مدرسة الكود. إذن إنني لم أختار فرنسا، ولكن أهلي هم من اختاروا هذه الدولة. فقد كنت أبلغ من العمر 2 حين ذهبت إلى فرنسا، وأود أن أشكر هذه الدولة على التعليم الجيد الذي وفرته لي. فلقد تعلمت في مدارس تتبع راهبات الكاثوليك، وكنت الوحيدة التي من أصل عربي، وكان هناك أناس يسألونني من أين أتيت وكيف أتحدث باللغة الفرنسية وأتقنها على هذا النحو. ولقد أمضيت حوالي 20 عاما، ولكن كان هناك شعور بالخوف من الآخر، وكان الأشخاص ينغلقون على ذواتهم. ولقد قابلت الكثيرين من أصول عربية، لأن حياتي الشخصية كانت معقدة، فقد توفي والدي حين كنت شابة وصغيرة في السن، وكان هناك الكثير ممن يتعلمون معي من رفقاء بالصف من أصول عربية، وكان الكثيرون يشيرون إلي باعتباري مغربية، وأنا كنت فرنسية الجنسية وكنت أتقن اللغة الفرنسية وأتحدث بها، ولكنهم كانوا يشيرون دائما إلى جنسيتي الأصلية، إلى أصولي. وفي فرنسا كانوا ينظرون إلي باعتباري أنني لست فرنسية بالكامل، لأنني لست بعيون زرقاء وشعر أصفر، وكذلك مع طريقة تعاملي مع الأمور كان دائما يشار إلى أصولي المغربية، وكان من الصعب علي أن أجد مكاني في هذا العالم وأن أحدد موقعي في المجتمع. وأود أن أشكر فرنسا، لأن البعض يقولون أن فرنسا دولة عنصرية، ولكن هذا الأمر غير صحيح، وإلا لما كنت حصلت على الفرصة باعتباري امرأة مغربية في أن أتلقى هذا التعليم، وما كنا لنرى في مناصب عليا مثل وزارات مهمة في الدولة نساء من أصول مختلفة ومن أصول عربية أو أفريقية. وأنا لم أرى في هذه الدول نفسها تلك المكانة التي تعطى للمرأة على النحو الذي تعامل به المرأة في فرنسا. وقد كان رؤساء الدول الفرنسية يتحلون بالرؤية، وكانوا يحرصون على أن يكون النواب الفرنسيين يمثلون فرنسا في تنوعها وفي تعددها، وأن تعطى الأولوية والمكانة للمرأة، وأن يتم إلاء الاهتمام للتعدد.
للتعدد وللتنوع. إيميليا لكرافي، إذن بمشاركة